هيدمر تدمير كامل عشان الحركة اللي انت اتحركت بيها، عشان الاجراء اللي انتم عملتوه في بلادكم اللي اتعمل اكيد بحسن نية من اجل الاصلاح. مسار الاصلاح في تقديري المتواضع كإنسان زيكم شاف بلده رايحة للدمار والخراب، احنا تراجعنا حتى بعد كل الجهد اللي احنا بنعمله، كل اللي بنتمناه ان احنا نصل للحالة اللي كنا موجودين عليها قبل 2011 في مصر. وكل الناس اللي موجودة في الدولة هنا تقول اللي الجهد اللي مبذول خلال الخمس سنين غير مسبوقه.